ردا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالمصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، أبرقت السلطة الفلسطينية رسائل إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد مواصلة إسرائيل لبناء المستوطنات وعدم التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي طالب بوقف الاستيطان بكافة أشكاله. أنا بعتقد أنه الآن أمام الرسائل التي أرسلت وأمام أيضا دور المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرارا قبل أسابيع قليلة مطلوب منه أن يكون هناك آليات لإلزام الاحتلال بتنفيذ وتطبيق هذه القرارات والامتثال لتطبيقها. وأنا بعتقد أيضا أنه لابد من تفعيل كل الآلية الأدوات التي لها علاقة بمحاكمة الاحتلال. هذا وكانت إسرائيل صادقت أيضا في وقت سابق على بناء 560 وحدة استيطانية، وهي إشارة واضحة على مضي دولة الاحتلال في نهجها المخالف للقوانين والأعراف الدولية، ما يستدعي موقفا حازما إزاء هذه السياسات. واضح أن القيادة الإسرائيلية تتجه باتجاه الحل نحو حل الدولة الواحدة، ويعني أيضا أنها تدير ظهرها لكل القوانين الدولية، ويعني أيضا أن هناك أنها ترى في التحول في الإدارة الأمريكية هي فرصة تاريخية للاستمرار في مشروعها الاستعماري. السلطة الفلسطينية هي الأخرى لوحت باتخاذ إجراءات تعبر عن رفض الفلسطينيين للممارسات الإسرائيلية تتمثل باتخاذ خطوات فعلية على الأرض. يسعى الفلسطينيون من خلال هذه الرسائل للضغط على إسرائيل وثنيها عن مواصلة سياسات البناء والتوسع الاستيطاني في مدن الضفة الغربية. حسن أبو الروب، الإخبارية، رام الله.